السلام عليكم ومرحبا بكم عندي في القناة. اليوم ان شاء الله هنقترح لكم تحلية رمضانية بالمذاق ديال الفخيز وديال الكريمة على شكل كيك بارد، كتجي رائعة جدا في المذاق. في طريقة التحضير اللي سهلة وسريعة، فتفضلوا معايا حتى اخر الفيديو باش تعرفوا على المقادير وايضا طريقة التحضير. فنبداو على بركة الله. بالنسبة لهاد التحلية، اول حاجة غنحضروا هي الطبقة ديال الكيك اللي غنحتاجوا فيها واحد الحبة ديال البيض. بالنسبة للبيضة انا هنا استعملت حجم اللي هو كبير. عندي هنا السكر، عندي هنا الكمية ديال السكر اقل من النصف، هنا استعملت جوج معالق كبار، واللي كيبغي الحلاوة تقدروا تستعملوا نص كاس ديال السكر. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، كاس ديال الدقيق مغربل، واحد كيس ديال السكر فاني، كيس ديال خميرة الحلويات اولا معلقة صغيرة، وعندي هنايا قبصة ديال الملحة. فعلى بركة الله هنا خديت واحد الاناء غادي نوضع فيه حبة ديال البيض. بسم الله، انا هنا استعملت حبة حجم اللي هو كبير. غنضيف عليها قبيصة ديال الملحة، كيس ديال السكر فاني، السكر هنا عندي كما سبق لي قلت لكم اقل من نصف كاس اولا جوج معالق كبار. وغادي نخلط هاد البيضة مع السكر حتى نشوف باللي هاد الحبيبات ديال السكر دابو. فمن بعد ما خفقت البيضة مع السكر، فبالنسبة لهاد المرحلة فقط استعملت على الخلاط اليدوي، كما نحتاجو الخلاط الكهربائي. غادي نضيف دابا نص كاس ديال الزيت. بسم الله، غادي ندخل هاد الزيت مع هاد البيضة والسكر. غادي نضيف نص كاس ديال الحليب. بسم الله، ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج. بالنسبة للدقيق عندي هنايا كاس، القياس هو الكاس ديال العنبة. صافي، غادي نبدا نضيف بالتدريج. وبالنسبة القياس ديال الدقيق كيبقى دائما على حسب الحجم ديال البيضه، فانتوما ملي تضيفوا الدقيق دائما عينكم ميزانكم. غادي نضيف دابا كيس ديال الخميره ديال الحلوى، وغادي نكمل الكميه ديال الدقيق اللي عندي. فمن بعد ما كندخل الدقيق كيكون القوام ديال الكيكه فهو هذا. فبالنسبه للدقيق انا استعملت كاس عامر مزيان، كاس يكون مملوء جيدا. اذا استعملتوا نتوما الحبه ديال البيض اللي تكون صغيره يقدر ما يدخلكمش القياس ديال الكاس. فدابا غادي نخلي هذا الخليط جانبا، وغادي ناخذ المول اللي غادي نحضر فيه التحليه هذه. فبالنسبه للقياس ديال هذا المول 33 سنتيمتر. انا دهنته بشويه ديال الزبده ورشيت له شويه ديال الدقيق. بالنسبه للزبده والدقيق ما وصلتهمش حتى للراس ديال المول، دهنتهم فقط غير في الارضيه وزدت شويه، حيت هذا الكيك هذا باقي غادي نحضره فوق منه الطبقه ديال الكريمه، يعني كاع ما نحتاج على اننا نوصلوا الدقيق حتى للراس. صافي، دابا غادي ناخذ الخليط ديال الكيك، غادي نخلط وغادي نفرغ الخليط ديالنا. غادي نوزع هذا الخليط على طول ديال هذا القالب هذا، وغادي ندخل الكيك ديالنا يطيب في الفران على 180 درجة، النار من التحت. ملي غادي يطيب لينا هذا الكيك غادي نشعلو لواحد شوية يتحمر من الوجه ديالو، من بعد ان شاء الله نعاود نتلاقى معكم. فمن بعد ما طابت لي الكيكة غادي ندوز دابا على بركة الله باش نسقيها بواحد كاس ديال الحليب وهي باقا سخونة. بسم الله، فغادي نسقيها بهذا الحليب وغادي نخليها تشرب على خاطرها حتى يدخل فيها هذا الحليب مزيان. ودابا غادي نخلي هذه الكيكه ديالنا تبرد على خاطرها. وبالنسبه لهذه الطبقه ديال الكيك كتجي طبقه رقيقه. بالنسبه للمول ديالي كما سبق لي قلت لكم 33 سنتيمتر العبار ديالو. نتوما اذا كان عندكم مول اكثر من هذا فتقدروا تعملوا جوج ديال البيضات وتذوبلوا القياس ديال المقادير. فدابا غادي نخلي هذه الكيكه تبرد على خاطرها، ودابا ندوزوا على بركه الله باش نحضروا الطبقه الثانيه اللي غادي نحتاجوا فيها يترو ديال الحليب، علبه ديال فلون، اربعه المعالق كبار ديال كريم باتيسيير، وعندي هنايا السكر. بالنسبه للسكر انا هنا احتاجيت جوج معالق كبار حيت عندي هاد العلبه ديال الفلون محلات، او عندي هاد العلبه بالسكر. نتوما اذا استعملتوا العلبه ديال الفلون اللي بلا سكر غتحليو على حسب الذوق ديالكم، فدائما الحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديالكم والرغبه ديالكم. فعلى بركه الله غادي ناخذ هاد العلبه ديال الفلون غادي نوضعها مع الحليب. بالنسبه للفلون استعملوا نتوما اي نوعيه اللي توفرتوا عليها. غادي نضيف عليها الكريم باتيسيير أربعة المعالق كبار، وغادي نضيف السكر. فقبل ما توضعوا الكاسرونه ديالكم فوق النار حركوا هاد المكونات وهما باردين، حيت الكريم باتيسيير ملي كتوضع فوق النار كتكتل. وغادي نوضع الخليط ديالي فوق النار وغادي نبقى كنحرك حتى نحس باللي القوام ديال الخليط رجع كتيف ورجع متماسك.
فمع التحريك المستمر الخليط ديالنا كيوصل لدرجه الغليان، وايضا كيشد واحد القوام اللي هو كثيف. دابا غادي نطفي على النار وغادي ندوز نفرغو فوق الطبقه ديال الكيك. وغادي نخليو هاد الطبقه هادي تبرد على خطره وندوزو نحضرو الطبقه الاخيره او الطبقه الثالثه. تاج نص كيلو ديال الفخيز اللي غسلتو من قبل غادي ندوز غادي نقطعو مربعات صغيره. فمن بعد ما انتهيت من تقطيع الكميه ديال الفخيز غادي نوضعو في واحد الاناء، ومن بعد غادي ناخذ التحليه ديالنا اللي كانت عندي في الثلاجه كتبرد، وغادي ناخذ هذه الكميه ديال الفخيز اللي قطعناها صغيره وغادي نوزعها على الوجه ديال هذه التحليه. فمن بعد ما وزعت مزيان هذا الفخيز فوق هذا الوجه ديال هذه الطبقه الثانيه، فتقريبا كنسد الفراغات كلهم اللي كيبانوا ديال الطبقه الثانيه. فدابا غادي نخلي هذا الكيك جانبا وغادي ندوزو دابا نحضروا اخر طبقه اللي غادي نفرغو من فوق هذا الفخيز هذا، اللي غنحتاجو فيها جوج كيسان ديال الماء، معلقه كبيره ديال السكر. انا السكر عملته على حسب الذوق ديالي، نتوما السكر عملو على حسب القياس اللي بغيتو نتوما. وعندي واحد الفلون ديال الفخيز، فغادي ناخذ هاد جوج كيسان ديال الماء بسم الله غنوضعو في واحد الكاسرونه، غادي نضيف عليهم السكر. بالنسبه للسكر نتوما عملو القياس اللي نتوما بغيتو، وغادي نزيد من الفوق واحد الكيس ديال الفلون بالنكهه ديال الفخيز. فغادي نحرك هذا الفلون مع الماء وغادي ندوز غادي نوضعه فوق النار حتى يوصل لدرجه الغليان. فمن بعد ما كيوصل لي الخليط لدرجه الغليان دابا غادي نطفي على النار وغادي ندوز نفرغو فوق هاد الطبقه ديال الفخيز. بسم الله غادي نستعان هنا بواحد السباتولا هكذا باش نبرد واحد شويه هاد الخليط. فبالنسبه لهاد الفلون هذا اللي حضرناه مع الماء غادي يخلي هاد الفخيز يتجمع وفي نفس الوقت ما غادي يجيش باين. صافي ودابا غادي نخلي التحليه ديالنا تبرد على خطرها، ومن بعد غندخلها للثلاجه تكمل البروده ديالها، وملي غتبرد وتماسك ان شاء الله غادي نرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. والتحليه ديالنا من بعد ما بردات كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي تحليه اللي بثلاثه ديال الطبقات، كتجي صراحة مذاق الغزال ورائع ديال الفخيز وأيضا ديال الطبقة ديال الكريمة. فضروري غنقسمها معكم وتشوفوا الشكل ديالها من الداخل. بسم الله وكيكون هذا هو الشكل ديال التحلية ديالنا من بعد ما قطعتها معكم، كتجي تحلية بثلاثة ديال الطبقات كيف ما كتشوفوا، كتجي صراحة لذيذة بزاف وسهلة أيضا في التحضير بالمذاق ديال الفخيز وأيضا بالمذاق ديال الكريمة. فغي جربوها في هذا الشهر الفاضل اما كديسير هكا اولا كتحليه للسحور اولا تحليه من بعد العشاء. وهنايا كنوصل لنهايه لا فيديو، كنقول لكم الا عجبكم الاقتراح ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك والبارطاج مع الاهل والاحباب. دمتم في رعايه الله والى وصفه قادمه باذن الله.